السلام عليكم. اليوم سنتابع تعلم الأعداد باللغة الإنجليزية من العدد 21 إلى العدد 30. Hello. Today you are going to see the numbers from 21 or from 20 to 30. في الفيديو السابق رأينا الأعداد من 1 إلى 20. في هذا الفيديو سنتعلم كيف يمكن أن أنطق أو سوف نتعلم الأعداد من 20 إلى 30. إذن أول عدد هو 21 21. 22 22. 23 23. 23. 24 24. 24. 25 25. 25. 26 26. 26. 27 27. 27. 28 28. 28. 29 29. 29. 30 30. 30. إذن رأينا بأن الأعداد من 20 إلى 30. نضيف إلى كلمة 20 الأعداد 1 2 3 إلى العدد 9 وهو 9، والعدد 30 هو العدد 30. اللغة الحساب أو الأعداد ما بعد العدد 30 اللي هو 30 سيكون بنفس الطريقة، هي إضافة الأعداد من 1 إلى 9 1 2 3 to العدد إلى العدد 30. إذن الآن سنرى الأعداد اللي هي أعشار. الأعشار العدد الذي رأيناه هو 30 30. 40 هي 40. 50 هي 50. 60 60. 60 70 70. 70 80 80. 80 90 90. 90 100 100. 100 هي 100. إذن هذه هي الأعداد بالإنجليزية، والأعداد الأعشار يعني من 40 إلى 100. وبالنسبة لواحد وأربعون 42 نضيف الأعداد التي رأيناها من قبل، هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. لكل عدد من هذه الأعداد اللي هي الأعشار من 40 أو من 30 إلى 90، وبهذا سيكون عندك جميع الأعداد من 1 إلى 100. الملاحظة الأخيرة التي يمكن أن نضيفها هنا هي أن الإنجليزيين أو الأمريكيين أو الناطقين، الناس الذين ينطقون بالإنجليزية، بالنسبة للعدد 20 والذي نطقته أنا ب 20 يكتب 20، ونورمال وفي الحقيقة هو ينطق 20، ولكن هم ينطقونه 20 20. إذا نقول 21 22 23 24 25 26 27 28 29 and 30. إلى هذا
الحد ينتهي فيديو اليوم. أتمنى لكم التوفيق، وإلى الفيديو اللاحق.